مقاطعة خفيفة لأنه معانا على الهاتف السيد عبد الحكيم سرار رئيس نادي وفاق سطيف، والحقيقة صديق عزيز جدا. هو كان لاعب في المنتخب الجزائري وأنا كنت لاعب في المنتخب المصري، ويتمتع بصداقات وعلاقات قوية مع كل المصريين. سي عبد الحكيم، سلام عليكم، إزيك، أخبارك إيه؟ الحمد لله، أخبارك إيه كابتن شوبير؟ إزيك يا حبيبي؟ الحمد لله، طمني عليك. ان شاء الله ان شاء الله تكون بخير واخبارك كلها كويسه حبيبي، ربنا يبارك فيك يا رب. الحمد لله. خليني اسالك، وانت رئيسا لجمعيه وفاق سطيف ونادي من الانديه المحترمه واللي بنقدرها واللي بيتمتع بشعبيه وعلاقه طيبه مع النادي الاهلي بل وكل الانديه المصريه، وكنت شاهدا على قصه احمد قندوسي او انضمامه للنادي الاهلي، كيف صارت هذه المفاوضات وانت رئيسا للنادي؟ يعني بكل صراحة ربما أنا قمت بعدة صفقات يعني مع كثير من الأندية، أعتبر أن صفقة قندوسي من أنظف الصفقات التي عشتها في حياتي بطريقة احترافية ونزيهة وبمستوى راقي جدا وجدا وجدا. يعني كان فيها مكلف بالانتدابات لدى نادي الأهلي، تنقل إلى عاصمة الهضاب العليا مدينة صديق، وكنا في استقباله، وكانت مفاوضات مع الرئيس محمود الخطيب نحييه بالمناسبة. كل المفاوضات جرت في وقت قصير وقصير جدا. الشيء الجميل في هذه الصفقة انه لا يوجد تماما وكيل اعمال خالص من نادي فخطيط او من نادي الاهلي او من اللاعب. الاتصال كان مباشرا ما بين إدارة النادي الأهلي وإدارة وفاق سطيف، وكان السيد أمير توفيق مدير التعاقدات هو اللي مسؤول عن هذا الأمر في هذا التوقيت. تمام 100%. نادي وفاق سطيف، نادي الأهلي، وأمير توفيق. انتهى الأمر. هل ما في شاذين، ما في عمر، يعني صفقة نظيفة جدا يعني. نظيفة يعني. هل الاتفاق كان واضح يا سيد عبد الحكيم ما بين إدارة وفاق سطيف وإدارة النادي الأهلي، ولا كان هناك اتفاقات جانبية قد لا نعلم عنها شيء؟ لا توجد أي اتفاقات جانبية، كان في اتفاقات واضحة وروح الماء في الكأس. واحد زائد واحد يساوي اثنين. يعني ما في لا تلعب لا تفكير في الخفا. أشياء جد 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 واضحة. الآن أنت تتكلم بهذه الشفافية وهذا الاحترام وهذا التقدير عن النادي الأهلي وكيفية إدارته لهذه المفاوضات وهذه الصفقة، وزين الدين بلعيد النجم الجزائري الكبير أيضا تكلم بكل الاحترام، ووالده تكلم بكل الاحترام على النادي الأهلي وعلى الأندية الجزائرية والتفاوض معها. برأيك إيه سبب اللغط اللي حدث مؤخرا واللي دعا نجم جميل حياة زي قندوسي، وقندوسي بتحبه جماهير النادي الأهلي جدا، إنه يخرج ويطلق مثل هذه التصريحات؟ قندوسي تلقى هذه التصريحات فيما يخص اللاعب بالعيد. بالعيد قام بتكذيب. وقال لم يكن أي شيء في هذه الصفقة، بالعكس أنني أنا من كنت وراء الذهاب إلى أوروبا واحترم كثير نادي الأهلي. صحيح. لا يعقل يعني على نادي من حجم الأهلي يفكر يعني تفكير بسيط وبسيط جدا يعني في مستوى الأندية الهاوية يعني. من ربما قندوسي تعلم اللغة المصرية يعني حديثا، ما يجي يعني كيف يرد على يعني كنت لما دخل النادي الأهلي كان يتمنى أن يكون لاعب أساسي ويظهر أموره ويتطور يعني. مع هذا أنه وجوده في النادي الأهلي سمح له باش يكون في الفريق القومي الجزائري، أخذ مكانه. مشاعر راحة أعتقد بنفس السؤال. أدري ماذا جرى في ذهن أحمد قندوسي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عايز توجه كلمة لإدارة الأهلي؟ كيف الأهلي؟ ما فهمتك يا كابتن. عايز توجه أي حاجة؟ أنا أتمنى نحن نبقى دائما أنصار وفاق سطيف وسكان مدينة سطيف، نتابع دائما أخبار نادي الأهلي ونعشقه إلى النخاع
حيث نعم. ان الفريق الوحيد في الجزائر الذي لعب نعم. اكثر من 6 مرات مع نادي الاهلي. نعم. نتمنى ان شاء الله التوفيق الى نادي الاهلي والشفاء الى محمود خطيب. نعم. ربي يطول في عمره وكل انصار ولكم انتم جميعا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وايضا حصري انتهت التحقيقات التي جرت خلال ال 48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانوني للنادي الأهلي بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسي إلى عدم وجود مخالفة. وفي ضوء ذلك قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي ما يلي: اتخاذ كافة الإجراءات التي تسمح بها اللوائح تجاه أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا وعرضه للبيع نظرا لما بدر منه، أعاد تشكيل هيكلة إدارة التعاقدات بما يتلائم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة. والنقطة الثانية دي اللي قالها لنا الكابتن رمضان منذ قليل، وده حصري وانفراد لقناة النادي الأهلي. أعزائي المشاهدين، يا ريت تحطوها في السرابات على الشاشة للسادة المشاهدين.